وفي ذكرى الاحتفال بالعيد 66 للشرطة المصرية. معنا هذه المداخلة الهاتفية مع اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء صباح الخير، كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة إن شاء الله، ومصر كلها طيبة وتنعم بالأمن والاستقرار. نعم. في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح. يعني طبعا الذكرى والاحتفال بيحمل جانبا يعني احتفاليا، ويحمل ايضا جانبا اخر في رؤيه وبعد وتطوير ايا ما كان شكل الاحتفاليه او نوعيتها. بالنسبه لوزاره الداخليه، بالنسبه لرجل الشرطه المصري من ضابط ومجند وامين شرطه، يعني ما هي الرؤية الجديدة في ظل تغيرات اجتماعية وتغيرات أيضا ربما أمنية بتستحدث وتتوالى على أرض مصر مثل هذه الفترة؟ يعني هو الاحتفال بعيد الشرطة يحمل معنى سامي جدا، وهو تصدي قوات صغيرة من قوات الشرطة بقيادة أحد الضباط للإنجليز في الإسماعيلية. نعم. وده معنى احنا بنحتفل بيه كل سنه، عشان نقول ان احنا ان الشرطه بتقف امام المعتدي وتقف امام هذا الجانب. نعم، هذا هو الجانب الرمزي سياده اللواء. الاستفاده بقى ومحاوله تفعيل، لانه في واقع بيتغير مجتمعي وامني، فبالتالي العلاقه لابد انها ايضا تاخذ ابعادا اخرى غير البعد التقليدي لدور الامن ورجل الامن. يعني انا بس كنت عايز اطلع من النقطه دي، ان الشرطه من زمان وهي قبلت التحدي ومواجهه اي خارج عن القانون او اي حد معتدي على ارض الوطن. مظبوط. وبالتالي ان الاحتفال كل سنه بيؤكد على هذا المعنى، وبيعرض الرؤيه والاستراتيجيه الجديده للتعامل مع المجتمع في ظل المتغيرات الامنيه الموجوده على الساحه الامنيه في مصر وعلى مستوى العالم كله. الشرطة مستوعبة الدرس تماما، وبتطور اسلوبها وطورت المواجهة، واصبحت في يدها المبادرة لمهاجمة الارهابيين في اوكارهم وفي عقر دارهم. وزي ما سمعنا وحضرتك متابع، انه قد بدأت فعلا الحملة الاخيرة لتطهير منطقة سيناء من الارهابيين بتعليمات من الرئيس شخصيا، في ظل استراتيجيه جديده لقوات الشرطه والقوات المسلحه لابتلاع الارهاب في سيناء من جزوره. نعم سيادة اللواء، ده حقيقي فعلا، طبعا محدش يقدر ينكر دور الشرطه بالنسبه لمواجهه الارهاب في كل انحاء مصر، وده دور كبير ومهم، تضحياتهم واضحه. لكن ايضا في جانب اخر، هو الجانب الداخلي، الجانب المدني، الجانب الجنائي. لابد انه الحقيقه هو كمان يبقى في بعد يجعل من المواطن داعما لرجل الشرطه وليس مواجها له. يعني احنا يمكن الواقع بتاعت الاعتداء على كنيسه حلوان اظهرت مدى استيعاب الشعب للتحدي اللي واقع عليه، وشفنا المواطنين بيقفوا بجانب الشرطه في القبض على الارهابيين. كنيسه مرمينة بحلوان. بحلوان. نعم. والحقيقه كان ده اسمى معنى للتعاون ما بين الشرطه والشعب، واستيعاب الشعب لدور الشرطة ان هي ليست عدو ولكنها تحافظ على امنه. وبالتالي احنا شفنا المواطن اللي حط يعني حط نفسه في موقف كان ممكن الارهاب يقتله. نعم. ومع ذلك صمم ان هو ما خافش من الموت، وصمم ان هو يقبض عليه. وده تطور خطير جدا في دور الشعب، بالتأكيد ان دور الشعب مهم جدا في المرحلة اللي جاية، انه زي ما شفنا التعاون اللي في واقعة حلوان، احنا عايزين المواطنين يؤيدوا جهاز الشرطه والقوات المسلحه ويقفوا خلف الدوله الوطنيه ويبدوها بالمعلومات وبالمساعده، وده هيكون ليه اثر كبير على الامن في المرحله القادمه. ده صحيح، ولكن ايضا بجانب هذه المطالبه اللي حضرتك بتطالب بيها للمواطن، وده دوره فعلا ودور مهم، ايضا في اثناء الدراسه بالنسبه لضباط الشرطه، اثناء ايضا متابعتهم من قوادهم، لابد ايضا ان هم يفتحوا ايضا قنوات اتصال ما بين اقسام الشرطه في دوائرهم وفي مناطقهم، مع يعني في دائما في ناس عندها وضع اجتماعي يسمح بانه يعمل دوت وانه يفهم، ويبقى في تواصل موجود ما بين رجل الشرطه في دائرته وما بين المواطنين بتوع هذه الدائره، ويبقوا بيحلوا لهم مشاكلهم، وبيبقوا داعمين لهم، بيبقوا حاميين لهم، بيستقبلوهم استقبال يليق بكرامه المواطن والانسان. كل ده هيساعد جدا في تفعيل الدور التبادلي.
تمام، وهناك التعليمات واضحه من السيد وزير الداخليه بحسن التعامل مع الجمهور وحل مشاكلهم وعدم الاعتداء على حريه مواطن او اهانه مواطن في اي موقع من مواقع الشرطه. وفي تعليمات من الوزاره بايجاد ضابط في كل قسم من ضابط العلاقات العامه يقوم باستقبال المواطنين وتوجيههم وحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم، لان هم دول هي الحقيقه الامر لازم يتجاوز التعليمات. طبعا التعليمات مهمه والمتابعه، لكن الامر لازم يتجاوز التعليمات، تبقى ثقافه داخل رجل الشرطه بيتكون بيها من دراسته الى ان يخرج الى العمل، مع طبعا التزامه بكل معايير الامن اللي بيضطر انه يستخدمها وكل حاجه. لكن يعني لا يمكن النظر في الدراسه اللي احنا في تطوير النهارده منذ فتره، وفي طب ممكن ناخد امثله سياده اللواء، مدرس ماده حقوق الانسان في كليه الشرطه وفي المعاهد الشرطيه اللي تخرج الافراد الشرطه لتعميق فكره حقوق الانسان ما بين افراد الشرطه للتعامل بها مع المواطن والمحافظه على حريته وكرامته. نعم، ودي استراتيجيه من الوزاره من فتره لاعمال حقوق الانسان حقيقه، مش تبقاش شعارات ولكن تكون امر واقع. ودورات تدريبيه تتعمل ولقاءات تتعمل ما بين اهالي دائره اي قسم وبين المنوط بهم الامن في القسم، من مثلا من مامور، من معاون مباحث، من ضابط، يعني قدر الامكان مع التزامهم بمعايير مهنتهم. بنشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخليه الاسبق، وكل سنه وانت طيب.